ما هو تعريف الرجل المطلوب ان هو المرأة تتجوزه يعني؟ يعني باختصار، ايه هي حقوق حضرتك اللي المفروض انك لو هتتجوزيها تاخديها؟ اولا يا اختي، في الاسلام عشان يبقى فيه زواج لازم يبقى على الاقل في مكان تسكنوا فيه، يبقى ده فيه بيت وسكن محترم كده وحاجة حلوة. طبعا في ناس تقولك شقة، في ناس تقولك بيت، في ناس تقولك قصر، كل واحد بقى بيطلب طلبات فانتازية. يبقى مكان نظيف تسكن فيه، ده اول حاجة. تاني شيء، حضرته وحضرتك وحضرتها لازم يبقى فيه تأمين للمصاريف اللي من ضمنها الأكل والشرب وكافيهات ومطاعم، بس مش لازم كل يوم تطلعوا كافيهات ومطاعم لأن هو مش قاعد على بنك. تالت شيء، حضرتك وحضرتها لازم تفهميه إن هذا الإنسان لازم يبقى فيه معاملة حسنة وطيبة وكويسة، ومفيش شك ومفيش أي مضايقات ومفيش أي ملعنة من اللي جابوه مع حضرتك، ولازم يكون إنسان راقي وآدمي ومعاملته كويسة جدا معاك يعني. تالت شيء، حضرتك وجلالتك وفخامتك، إنه ما ينفعش يقيد حريتك في كل حاجة، أو يحبسك أو ما تطلعيش أو لا أو ما تسوقش السيارة أو ما تكمليش مذاكرتك أو ما تكمليش جامعتك أو ما تقعديش مع صحباتك أو ما تطلعيش مع أمك وما تطلعيش مع أبوك، ولا لا لا لا، التحكم الزايد ما منوش أي فايدة. خلاص خلصنا. طيب نيجي بقى للأسف للموضوع الحساس والشائك جدا، هو موضوع الجنس والأمور الجنسية. هو ده الشيء اللي انت ما ينفعش تتكلم فيه. يعني إذا كان الرجال معاه فلوس ممكن يصرف، إذا كان الرجال سلوكياته زفت ممكن تتعدل. المشكلة بقى في موضوع الجنس، لأنه هو موضوع حساس، هتقعد بقى تقول لأن هذا الشخص عنده سرعة في الأداء الجنسي وسرعة مش عارف في القذف. طب يعني أنا كيف نحلها دي؟ خلاص يروح عند دكتور ولا يشوف كيف يحلها. هتقول والله إنه هذا الإنسان لا يهتم بالعلاقة الجنسية أساسا. طب وإحنا كيف نخليه يهتم؟ يعني نديله فياجرا مثلا؟ يعني هنعمله إيه طيب؟ كيف نخليه يهتم يعني؟ فموضوع العلاقة الجنسية أو موضوع الحقوق الجنسية أو الحقوق الزوجية أو الواجبات الزوجية اللي هو المفروض ان حضرته يعملها، طيب ده حاجة برضو، ده شيء انا مش عارف كيف اتكلم فيه، وانا مش عارف برضو كيف نقيم هذا الموضوع انه الزوج لا يعطيها حقوقها الشرعية وحقوقها الزوجية. طيب احنا كيف نتكلم في الموضوع ده؟ كيف نتكلم فيه؟ كيف ننصح فيه؟ يعني هنقعد بقى نفتح له سكس سكول، نقعد نعلم فيه السكس سكول، ونقعد نفهمه ان السكس شيء مهم وانه لازم حضرته يهتم بهذا الجانب، وانه لازم مش عارف ايه، ولازم يقوم بواجباته كرجل فحل العروبة والاسلام. فده شيء برضو انا مش عارف كيف اتكلم فيه، او مش عارفين احنا كيف نوعي المرأة ان ده حق من حقوقها، وانه على قد ما يقدر هذا الشخص بيبقى مرتين اسبوعيا او مش عارف 7 مرات شهريا ولا كم، في نسبة كده او ارقام كده، انها بتهتم بجانب التغذية، والزوج يعني الزوج هو ربنا عطاله الطاقة الكافية، او هو في وراثة في العائلة عندهم ان هم العائلة دي عائلة يعني فحول ما شاء الله، وبيخلفوا دايما 10 عيال و60 عيل و70 عيل. ففي ناس كده وفي ناس ما هي كده. موضوع الجنس ده وما الجنس، انا الواحد مش عارف ياخد راحته في الكلام فيه، لانه بيخضع لعوامل كتيرة جدا وكلام كتير جدا. لكن من الحقوق الزوجية ايضا انه انت تعيشي مع واحد يضمن لك حياة كريمة. التقييم الشامل ان الانسان ده يضمن لك حياة كريمة، خلاص احنا نعيش مع الانسان ده. او انت كرجل برضو لك حقوق على زوجتك، حقوق ان المرأة دي تجهز لك اكلك او تطبخ لك او تعمل لك او تسوي لك وتهتم بالعيال وتربيهم وتنظفهم وتنظف البيت، سواء بقى في شغالة ما في شغالة، هي عليها موضوع تنظيف البيت، وانتوا الاتنين مع بعض تشيلوا القصة دي والترتيب والتنظيف. يعني حقوق الرجل عرفناها، حقوق المرأة برضو ان هي هتكون ست بيت، يبقى هي اللي هتظبط الدنيا. يعني مش معقول الرجل هو اللي يقعد يكنس ويمسح ويغسل ويتجوز ويطبخ ويخلف ويشيل، والمرأة بس تقعد ما تعملش حاجة، الا بقى لو هيجيب لها شغاله، ده حاجه تاني، الا بقى لو هيجيب لها شغاله معاها وهي بس تشرف على الشغالات وتشرف على الدنيا او يساعدوها. يعني موضوع الشغالات ده مش منتشر بشكل واضح الا في دول الخليج، لكن في مصر او في البلاد التانية ما هو واضح. المراه هي اللي بتقوم تشيل وتنفخ وتعمل كل حاجه، وعشان المراه تستريح في مصر يا جوزها يطبخ معاها، يا اولادها يطبخوا معاها، يا اهل الزوج يطبخوا معاها، يا اما بقى تنتظر ان هي تجوز واحد من ولادها ومرته الجديدة هي اللي تيجي تساعد امهم. كده الموضوع ماشي في مصر، يعني بعد ما الام تزوج ابنها الكبير تيجي مرته تطبخ معاها،
تيجي مرته وهي اللي تعمل الطبخ. فالموضوع العيشة الزوجية دي كده بشكل عام، انت لازم تكون واخد فيها حقوقك ومتدلع على الاخر. كل ما تتجوز واحدة حلوة او انت تتجوز او انت تتجوز واحد حلو، كل ما يدلعك على الاخر تضمني ان الشخص ده هيدلعك. نفس الحقوق بتاعت فيفا عبده، انا غير صالحة للمعاناة، انا جاي الحياة تدلع. احنا جايين الحياة عشان ننبسط، احنا جايين الحياة عشان نفل امه. ما في بقى واحد يجي يقول لك ايه انت لازم تعيش كده ولا لا 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 لا، سيبك من الناس اللي تيجي تنكد عليك وتيجي تشيلك الطينه فوق دماغك، لا لا سيبك من الكلام ده. احنا جايين الحياه ده عشان ننبسط، عشان نفلها، فلها وربك يحلها. اما بقى والله نيجي الحياه عشان نشيل الطينه فوق دماغنا، ونيجي الحياه عشان نعاني، ونيجي الحياه عشان نمر نفسنا وندخل في مر ومرار، ده شيء مش لطيف. عمر ده ما كان شيء لطيف، عمر ده ما كان شيء كويس، عمر ده ما كان شيء مناسب. مش عيب. اختصر الكلام في حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل، هو كلمة واحدة، أن تعيش حياة سعيدة. بس هو ده آخر، ده آخر وتعيش مع شخص أنت مستريح معه، أو تصاحب أو تحب أو تطلع أو تصادق أو تمشي. يعني أنا في شخص أنا مش مستريح له، أنا ليه أمشي معك؟ أنا مش مستريح لك، ليه أمشي معك؟ أنا مش حابك، ليه أمشي معك؟ أنا قلبي من جوه كده مش مرتاح لك، ليه امشي معاك وليه احبك وليه اتجوزك؟ هتبقى عيشه كده صدقوا، هتبقى عيشه كده مشي حالك. يعني نفترض ان في كره ما بين شخص وشخص، ليه نعيش مع بعض واحنا بنكره بعض؟ ماله دخل يعني، ماله فايده، ماله لزوم يعني، مش هنستفاد حاجه يعني. لو كرهنا بعضينا ومشينا مع بعض مش هنستفاد اي حاجه، انا بمثل عليك وانت بتمثل عليا واحنا بنمثل على بعض كده، صدقوا وخلاص، مشي حالك، حياة تقليدية. يعني في الزواج التقليدي مفيش حاجة اسمها انا مش حابب الشخص ده او مش معجب بيه. في الزواج التقليدي مفيش حاجة اسمها الشخص ده ما بيدلعنيش او انا مش حاسس معاه بالدلع، لان زواج تقليدي. ها هل عمل معك حاجة غلط؟ لا، اقعدوا جنب بعض والعبوا مع بعض يا حلوين، وكأنكم طفلين قاعدين في فصل مدرسي او في الحضانة او في اولى ابتدائي او في المتوسط، تحس كده انه كده اركبوا على بعض وخلفوا عيال وخلاها تحمل وتجيب عيال، بس هي كده، نعيش وفرخ وجيب عيال ويعيش حياة وخلاص. طب فين الحب واجواء الرومانسية؟ ما في لا حب ولا اجواء رومانسية ولا اجواء الشباب ولا الحاجات دي. طب يلا نطلع ونتدلع، ما فيش دلع، في كرف، في عيشة تجي تأثر العمر. فهو كل واحد بقى بيدور اين يوجد الدلع. يعني احنا عايزين نعيش عيشة فيها دلع، زي ما الاستاذة فيفا عبده تقول. يعني أنا أدعم وأؤيد كلام الأستاذة فيفي عبدو.